السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي في كل مكان، أتمنى أنكم تكونوا بصحة وعافية. موضوع النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن كيفية تفعيل خاصية الـ TBM أو الـ FTPM، وهنعرف برضو الفرق بين الاتنين وإزاي نفعل خاصية الـ Secure Boot، لأن الاتنين دول من الأساسيات والحاجات اللي الناس كتير واجهت مشاكل فيها عشان تنزل ويندوز 11 عندها بعد ما تم إطلاق النسخة التجريبية، وبعد كده نزلت نسخة الـ Insider. فناس كتير دخلت كلمتني إن هم محتاجين يفعلوا الخاصية الخاصيتين دول في الجهاز بتاعهم، وعايزين فيديو يكون شامل بيشرح فيه كذا جهاز بحيث انهم يقدروا يفهموا او يتعلموا ازاي يفعلوا الخصائص دي عندهم، زي ما كان طبعا لينا فيديو قبل كده في كيفيه تفعيل خاصيه الفيرتشواليزيشن تكنولوجي في عده اجهزه، وناس كتير نال الفيديو ده اعجابهم، فمنه دخل ناس كتير برضو كلمتني بخصوص التي بي ام او الاف تي بي ام. فانا ان شاء الله النهارده مجمع لكم 8 اجهزه هنشرح فيهم كيفيه تفعيل خاصيه الاف تي بي ام والاسامي المختلفه اللي بتظهر في كل جهاز، وازاي نخش البايوس طبعا عشان نوصل الخاصية دي. انما خاصية السكيور بوت ان شاء الله هنشرحها في الفيديو القادم، عشان انا لقيت ان الفيديو ده طول معايا شوية في الشرح عشان التعامل طبعا مع بايوس، سواء كان بايوس او اي اف اي، فين ان هو لازم يبقى تعامل بحذر جدا لان الغلطة فيه ما بتبقاش لطيفة. فانا اشرح لكم كل الاحتمالات الممكنة اللي تقدر انها توصلكم للخاصية دي، الاماكن المختلفة اللي ممكن تبقى فيها، نفس المذر بورد لو كان فيها بروسيسور انتل او اي ام دي، لو احنا ممكن في عندنا خاصيتين فعلها اصلا، لو احنا عندنا التشيب بتاعتها موجوده في المذر بورد اللي هي التي بي ام تشيب، لو المذر بورد بيدعمها نقدر نركبها فيه ونستغل الخاصيه دي عشان ننزل ويندوز 11 بدون الحاجه ان يكون البروسيسور بتاعنا بيدعم خاصيه التي بي ام. وطبعا في ناس كتير استغلت الحوار ده انها راحت منزله النسخ ايزو للويندوز 11، يقول لك دي مش محتاجه التي بي ام ولا سكيور بوت، نزلوها واشتغلوا بيها. ففي طبعا ناس بتخاف من الحاجات دي تكون النسخه دي مكركه او حاجه، وطبعا في طرق تانية عادية لتنصيب ويندوز 11 بدون الحاجة في البرامج في الأجهزة القديمة، وطبعا هشرح لكم إن شاء الله، بدون الحاجة إن تكون بتدعم التي بي إم أو السكيور بوت. بس طالما الخاصيتين موجودين في الجهاز بتاعك فأنت الأفضل إنك تفعلهم وتمشي عادي. وكمان هنعرف في آخر الفيديو طريقتين نتأكد بيهم إذا كان الخاصية التي بي إم دي اتفعلت في جهازنا ولا لأ، ولو اتفعلت هل هي فيرجن 2 ولا فيرجن 1.2 زي ما موجودة عند ناس كتير، عشان طبعا ويندوز 11 من مشترطاته إن هو يكون تي بي ام فيرجن 2. ودين راجع لكم هم بعد غياب فتره طويله، فوريني دعمكم ليا بعمل اشتراك بالقناه ولايك للفيديو، ووصلوا عدد اللايكات اللي انتم شايفينه ان هو يستاهلوا على قد المجهود المبذول فيه. اول حاجه محتاجين نعرفها عشان نفعل خاصيه ال FTPM او TPM في الجهاز بتاعنا اننا نكون بنعرف ندخل للبايوس. فالناس اللي بتعرفش تدخل للبايوس بتاعها انتوا هتلاقوا في التدوينه في الديسكريبشن، صدقوا الوصف اسفل الفيديو هتلاقوا التدوينه بتاع النهارده، وموجود فيها روابط الشرح اللي انتوا محتاجينه كله، وهتلاقوا فيها التدوينه دي اللي بشرح فيها ازاي ان احنا نخش الاعدادات البايوس في ويندوز 7 8 8.1 10. وهتلاقوا هنا كمان دي فيديو تاني شرحت فيه الناس اللي بتعرفش تخش البايوس بسبب اختفاء خيار UEFI Firmware Setting، وبالذات الناس اللي عندها المشكله دي هتحتاج ضروري انها تحل المشكله دي عشان تعرفوا تخشوا البايوس بتاعكم لو كان بيدعم اللي هو اليو اي اف اي، لان الناس دي هتلاقي عندكم الموضوع اسهل بكتير في تفعيل الخاصيتين دول. ونبتدي على بركه الله باول جهاز معانا او اول ماذر بورد معانا بتظهر بالشكل ده، والواجهه دي بيبقى اسمها الايزي مود، فاحنا بنحتاج نذهب للادفانسد مود، فبيكون بالضغط على اما اف 2 او اف 7 او بنلاقي على اليمين تحت كلمه ادفانسد بنضغط عليها بالزام زي ما هنشوف قدام. فهنا هنذهب للتبويب بتاع سيتنج، وبعد كده ميسلينوس ندوس عليها دبل كليك، وبعد كده بالاسفل هنلاقي اي ام دي سي بي يو اف تي بي ام، وزي ما قلنا في الاول هنا عشان ده اي ام دي فموجوده اف تي بي ام. وممكن بنفس الواجهه دي ونفس المذر بورد اللي انتوا شايفينها دي تلاقوها موجوده بداخل كلمه تراستد كوميوتنج اللي تحت دي زي ما انتوا شايفين، وزي ما هنشوف ان شاء الله في اجهزه ثانيه. فانا جايب لكم تقريبا 90% من الاحتمالات، ولازم نتاكد ان لو بداخل تراستد كوميوتنج دي الجمله بتاعت سكيورتي ديفايس سبورت لازم نتاكد ان هي معمول لها انيبل، فلو كانت ديسيبل دبل كليك عليها ونعمل لها انيبل زي برضو ما هنشوف قدام. فنرجع باسكيب ونضغط دبل كليك عليها ونعملها انيبل، وبعد كده نضغط على اف 10 او اكس من على اليمين فوق لو كانت موجوده للحفظ، وبعد كده ندوس على يس. ولو عملنا ريستارت ورجعنا للجهاز تاني هنلاقي موجود جوه التراستد كوميوتنج، هنلاقي فيه بيانات ظهرت لنا اللي هي بتاعت الخاصيه التي بي والفيرجن بتاعها، هنلاقي مكان مكتوب بره كمان
فيرجن 2، وهتلاقي مكتوب قدام فيندور هتكود AMD. لان بصوا لو جينا بصينا للشاشه دي من نفس الجهاز ده برضو هو هنلاقي ان خاصيه الاف تي بي ام دي معطله، احنا عطلناها ولكن عندنا البيانات في التراستد كوميوتنج موجوده، وده عشان تم اضافه شريحه تي بي ام للماذر بورد، ودي اللي بيتم الاعتماد عليها، والماذر بورد اريها مش معتمد على خاصيه الاف تي بي ام او الاي تي بي ام الموجوده بالبروسيسور. ومن امام فيندور هنا هتلاقوا موجود اي بي اكس، ودي اللي هي الشريحه بتاعت التي بي ام. ولو رجعتوا لورا بالفيديو هتلاقوا كان موجود في الفيندور دي اي ام دي لما احنا فعلناها من شويه. فدي بتبقى حل المشكله، الناس اللي اصلا عندها البروسيسور الموجود ما بيدعمش خاصيه التي بي ام، فبيبقى الحل ان هم بيركبوا شريحه التي بي ام دي في المذر بورد ده، لو المذر بورد اصلا في مدخل لتركيب التي بي ام، وبالتالي بيبدا ان هم يسطبوا عندهم ويندوز 11 او لو عايزين اصلا يفعلوا خاصيه التي بي ام لاي اغراض تاني. وممكن انا ابقى اعمل لكم فيديو ان شاء الله ازاي نركب الشريحه دي، اشتريها وسعرها والكلام ده كله. لو محتاجين الكلام ده اكتبوا لي في الكومنت وان شاء الله بعمل لكم الفيديو ده. وسريعا كده، دي البروسيسورز اللي مايكروسوفت نزلتها وقالت انها بتدعم تشغيل ويندوز 11، وجميع الروابط دي هتلاقوها موجوده في الديسكريبشن، صندوق الوصف اسفل الفيديو، هتوديكم على المدونة عندي وهتلاقوها في اخر التدوينه دي. هنا البروسيسور بتاعت انتل هننزل تحت ونقعد ننزل كده هنلاقي كتير. لو عايزين نشوف البروسيسور بتاعنا هنضغط على كنترول اف ونكتب مثلا لو هو كور اي 3، فهنكتب اي 3 هيبدا ان هو يطلع، فنبدا احنا نشوف البروسيسور بتاعنا موجود ولا لا. وعشان نعرف البروسيسور بتاعنا لو ما تعرفوش هنروح على ماي كمبيوتر، رايت كليك عليها بروبرتس، وهتلاقوا هنا البروسيسور اسمه اهو. وهنا دي تاني رابط اهو للاي ام دي البروسيسور، برضو هتلاقوا كل اللي بيدعم تشغيل ويندوز 11. وهنا هنلاقي الكوالكوم هم دول، وده تاني جهاز معانا. اول لما نشغل الجهاز ونخلع البايوس بتاعه هيظهر معانا بالواجهه دي، ولو لقيناه بواجهه الايزي مود دي فنبدا نضغط على F7 عشان ننزل للادفانسد مود، وبعد كده هنضغط على سيتنجز في الجنب دي، وبعد كده هنضغط على دبل كليك على سكيورتي، وبعد كده هنضغط على تراستد كوميوتنج زي ما قلت لكم من شويه، ان احنا ممكن نلاقي الخاصية التي بي ام جوه التراستد كوميوتنج. وزي ما قلت لكم من شويه برضو ان لو لقيتوا سكيورتي ديفايس سبورت الخاصيه دي موجوده فلازم نعمل لها انيبل، عشان هتلاحظوا ان خاصيه الاف تي بي ام هنا معمول لها ديسيبل او مش افيلابل كده. فلو ضغطنا عليها دبل كليك وعملنا لها انيبل، وهنا البروسيسور اي ام دي فهنلاحظ مكتوب اف تي بي ام، وهنلاقيها زي بقت افيلابل كده او نورت مجرد ما فعلنا الخاصيه دي، فهنضغط على اف 10 ثم يس للحفظ. وزي ما قلت هنعرف في الاخر طريقتين نتاكد بيهم ان الخاصيه دي اتفعلت في الجهاز بتاعنا ولا لا. وده تالي الجهاز بيظهر معانا، فنضغط برده على F2 عشان نذهب للادفانسد مود زي ما قلنا F2 او F7، وبعد كده بنذهب بالماوس لتبويب بريفرالز، وبالاسفل هنا هتلاقي مكتوب انتل بلاتفورم تراستد تكنولوجي او اللي هي البي تي تي، وبعد نفس الكلام للتاكيد ممكن نفس الواجهه دي بالضبط تلاقوها بداخل التراستد كوميوتنج زي ما لسه شايفين من شويه، مش لازم تلاقوها بره. انا بشرح لكم كل الاحتمالات، فعشان انتوا لو لقيتوا الجهاز بتاعكم مختلف شويه تقدروا ان انتوا توصلوا الخاصيه دي وتفعلوها، مش لازم يبقى شبه الاجهزه اللي انا هشرحها دي بالضبط. ودبل كليك عليها يعني ونختار انيبل، وبعد كده نضغط على اف 10 ويس عشان نحفظ. وادي ده رابع جهاز معانا، ولو استخدمنا اداه في الاول اللي هي البي سي هيلث عشان نشوف الويندوز 11 هيشتغل ولا لا، فهيقول لنا ذيس بي سي كانت ران ويندوز 11، فهنبدا نقفل ونروح للبايوس ونختار بريفرالز. وده نفس الجهاز اللي فات اللي لسه مفعل له خاصيه التي بي ام فيه، ولكن هنا هتلاقيه مكتوب AMD CPU F TBM، وده يفهمنا ان ممكن نفس الواجهه اللي انا بشرحها بالضبط تبقوا نفس الازرار والحاجات اللي انتوا بتروحوا لها، بس يبقى البروسيسور بتاعك في المذر بورد انت مركبه AMD ولا الجهاز اللي بشرحه ده متركب فيه انتل، فمش لازم نفس الجمله تلاقوها. يعني انتوا ممكن تمشوا بنفس الخطوات دي بنفس الجهاز لكن الجمله نفسها تختلف، فعشان كده انا بشرح لكم كل حاجه، لانه زي ما قلت لكم ممكن توصلوا نفس الواجهه بس ما تبقاش موجوده في الوش زي ما انتوا شايفينها، تبقى جوه التراستد كوميوتنج، فاحنا لازم ندور واحنا فاهمين مش حافظين. فالاتنين دول الجهاز ده واللي فات كان نفس المذر بورد، لكن اللي فات كان فيه بروسيسور انتل، ده فيه بروسيسور AMD. فهنبدا ندوس دبل كليك عليها ونعمل لها انيبل، وبعد كده هنضغط هنروح على سيف اند اكزيت ونضغط على يس او نضغط على اف 10 ويس، ونرجع تاني هنجرب الاداه هيقول لنا اهو ذيس بي سي كان ران ويندوز 11. طبعا لو انتوا كنت لسه ما فعلتوش خيار السكيور بوت فلسه هيجيب لكم ان في مشكله السكيور بوت. وده خامس جهاز معانا، وممكن هنا الضغط بالماوس على F7 كلمه ادفانسد الموجوده تحت دي، او نضغط على F7 زي ما قلت لكم، مجرد ضغط كده هنروح للادفانسد مود، فهنبدا نروح لادفانسد
تاب، وبعد كده هننزل على BCHPW Configuration، وبعد كده هنختار الفريم وير TBM من قدامها هنا، وطالما مكتوب كلمة فريم وير يبقى ده بروسيسور AMD، لأن هي دي اختصار الـ FTPM. وزي ما قلت لكم هتلاقي برضه في التدوينة كل الأسامي دي المختلفة موجودة، بحيث إن أنتوا لو شفت أي اسم منها هتقدروا توصلوا له في البايوس بتاعكم. وهي دي مرة تانية أهو، ده نفس المذر بورد بالظبط، ولكن هنلاقي إن البروسيسور هنا انتل، هتلاقي مكتوب أهو الانتل في الأول مش AMD زي اللي فات ده على طول، فبرضه هنضغط عليه دبل كليك ونخليه انيبل. لكن هنا في تنويه بيقول لك ان لو فعلت خاصيه البيت لوكر في الويندوز بتاعك، خاصيه البيت لوكر دي طبعا عارفينها اللي هي بتبقى زي تشفير او حمايه للدرايفر او للبارتيشن معين، فلو انت فعلتها والريكفري كي ضاع منك او غيرت البايوس روم تشيب اللي هي بتبقى موجوده في المذر بورد، فمش هتعرف تعمل اقلاع للنظام بتاعك، لكن الملفات هتفضل موجوده. فيا ريت نخلي بالنا ان احنا لو فعلين الخاصيه دي هنبعد عن اللي هي حته البيت لوكر دي، او ان احنا نغير اي حاجه في البايوس روم تشيب في المذر بورد، وسيف اند اكزيت، او نضغط على اكس او نضغط على اف 10 عشان نحفظ، وبعد كده ندوس على يس yes. وده اخر جهاز معانا، فهنبدا نذهب للتاب بتاعت كونفيجريشن، وبعد كده هنلاقي في مكتوب انتل بلاتفورم تراستد تكنولوجي، هنضغط عليها انتر، وبعد كده بالاسهم نختار انيبل ونضغط انتر، وبعد كده نضغط على اف 10 ونحفظ. ودلوقتي هنبدا ان احنا نشوف مع بعض لما نخش للويندوز ازاي نتاكد ان الخاصيه دي اتفعلت فعلا. بعد ما نقلل الجهاز بتاعنا هنبدا نروح على قائمه ستارت، رايت كليك عليها ونختار ديفايس مانجر، وبعد كده من قدام سكيورتي ديفايس هنلاقي هنا مكتوب تراستد بلاتفورم موديول وفيرجن 2، وهنا دي جهاز تاني هتلاقي مكتوب 1.2، فده معناه انه بيدعم 1.2 ما بيدعمش 2، وده طبعا مش هيشغل ويندوز 11 الا طبعا في طرق للمحايله لتنصيب الويندوز 11، وهبقى اشرحها لكم طبعا. وفي ويندوز 7 بنرجع على ماي كمبيوتر، نضغط رايت كليك ونختار مانج، وبعد كده من على الشمال هنا نختار ديفايس مانجر، وبرده هنروح لنفس الشاشه، وهنا هتلاحظوا ان سكيورتي ديفايس دي مش موجوده لان البروسيسور ده ما بيدعمش اصلا خاصيه التي بي ام. وفي طريقه تانية عبر الضغط على علامه الويندوز زائد حرف ار من الكيبورد زي ما ظهر قدامكم، ونكتب في خانه run tbm.msc، هتلاقيها فتحت معانا الواجهه بتاعه التي بي ام دي، ولو مكتوب قدامكم المنظر ده فمعناها ان هي مش مدعومه من قبل البروسيسور، زي البروسيسور اللي هي من اول 2011 في وقبل كده مش موجوده فيها اصلا، او اللي هي موجوده فعلا في الجهاز بس لسه مش متفعله من البايوس. ولو موجوده قدامكم كده هتلاقي بيقول لك اهو انها متفعله، وتحت هتلاقي مكتوب الفيرجن بتاعها وشويه داتا عنها. فكده دول الطريقتين نقدر اتاكد بيهم ان الخاصيه دي متفعله في الجهاز بتاعنا ولا لا. وكده كان دي نهايه الفيديو بتاعنا، اتمنى انك لو الفيديو عجبك واستفدت منه تعمل لايك، ولو عندك اي سؤال تكتبه لي في الكومنت اسفل الفيديو، وياريت تدعمني بعمل اشتراك في القناة لان ده بيشجعني جدا على الاستمرار. وبتنسوش ان شاء الله الفيديو القادم اللي هشرح فيه ازاي نفعل خاصية السكيور بوت زي ما عملنا النهاردة برضو في عدة اجهزة مختلفة عشان الكل يقدر يستفيد، واشوفكم على خير بإذن الله.